السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو كيف العاده مع نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم البداية ديال الفيديو غتبان لكم اختي هنا واحد القصريه، يا لالا لالا عويشه غادا تشارك معاكم اليوم البطبوطه البنات اللي طلبتوه منا بزاف بزاف. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غتشارك معكم عويشه اللي البطبوط ديالها ما نقولش لكم ناجح 100%. المهم نقول لكم البنات شنو دارت فيه. دارت جبانيه ديال الفينو، ودارت جوج جبابن ديال الفورس عادي او الدقيق البيض، غير يختاروه زوين باش يجيكم هكا البطبوط ديالكم مزيان. وصافي دارت مليحه، وخدات هنا الخميره الفوريه او الخميره اللي عندكم نتوما مثلا كانت معجونه اللي كان، وكتخوي عليها البنات شويه ديال الماء دافي كيف باليكم. كدير هكا واحد الحفاره في القصريه، وكتحط هذيك الخميره على حساب القياس اللي نتوما درتو ديال الفينو الفورس اللي غادي يخمر لكم العجينه، وكتخوي عليها كيف قلت لكم شويه ديال الماء دافيه باش هكا تفاعل ليها. ما كدير البنات لا سكر سنيده لا فاني لا حتى شي حاجه، يعني الفينو والفورس والخميره ومليحه فقط، هادشي اللي كنديرو حنا في البطبوط ديالنا، سواء انا سواء ماما سواء عويشه، يعني اللي كان فينا. هاي بانت لكم مليحه، والملحه هكا كنحاولوا دائما نبعدوها على الخميره، يعني ما نلوحوهاش ديريكت على الخميره لانها ما كتتفاعلش معاها. صافي البنات، والعجينه بطبيعه الحال الطريقه اللي هي سهله معروفه، كنعجنوا بميه دافيه خصوصا هكا دابا الحال بدا كيبرد، يعني ميه تكون دافيه، وكنعجنوا العجينه بشكل طبيعي. اللي عنده العجانه بطبيعه الحال راه غادي يعجن في العجانه، ما غاديش يحتاج للقصريه البنات ولا يدلك ولا حتى شي حاجه، راه العجانه كتقوم بالمهمه ديالها. من الصراحة احنا يعني قلت لكم شحال مرة احنا ما عدناش مع العجانة بالمرة، يعني ما كنخدم بها لا انا لا ماما لا عايشة. عايشة خلاص كتقولك لا، ما كتصدقش فيها البطبوط والخبز وداك الشيء، يعني كنفضلو حنايا نعجنو هكا غير بايدينا. وواحد الحاجة البنات، راه عويشة ما كتبغيش تعجن حتى في القصرية، والفات بانها تعجن ديريكت البنات في البوطاجي، غير هكا بغات دير زعما الصواب حطات القصريه لان كنصور فيها وداك الشيء. اما راه غيبان لكم في الاخر انها كملات ليك غير في البوطاجي، يعني كيكون طبيعه الحال محكوك مسوح مزيان صافي، وكدل كيفي العجينه هي في صراحه كتاخذي راحتك فوق الرخامه احسن من القصريه. انا على ما كنظن يعني كتدل كي العجينه مزيان مزيان. ومهم غزالات، نتمنى هذا الفيديو تدعموه باللايكات والتعاليق زوينين بحالكم، وان شاء الله كيف قلت لكم هذا الفيديو فيه وصفه ديال البطبوط، وماما حتى هي غادي تشارك معكم واحد الحويجه اللي حتى هي غادي تشوفوها في الفيديو. وخليكم مع هذه الكمالات ديال الفيديو، ما تمشيو فين. شوفوا لي شوفوا لي يا البنات، وشوفوا لي البطبوط الحقيقي الحقيقي اللي هو تنفخ على هذه الطريقه.
يلا عيشة اختي كملي شغلك قلبي راسك اختي. شوفوا ليا شوفي لي بطبطك غدير بق بوحدها. المهم هذا هو البطبوط اللي طلبات منا واحد المتتبعه قالت تشاركي معنا ها هوايا والطريقه ناجحه 100%. والبطبوط المراه المغربيه بصفه عامه كتعرف لي حتى هي تيبقى الصراحه كل واحد البطبوط ديالو ما كذبش عليك البطبوط مسمن والبغرير. المهم نقولك تيجينا ناجح 100% واخا نتوما راه الخير في محلاتكم وتتعرفوا الحويجات ولكن قالك شكر راسك. المهم مثلا نقول لكم تيجي ناجح ملي كنشوف ايوا صافي وهذا محمر بلا سنيده بلا قال لكم محمر بلا سنيده بلا عسل اللي يديك اللي يخليك غير داك الشيء اللي عطاتكم راه هو كيف شفتوا ايوا خليكم معانا الحبيبات. هانتوما هذا هو البطبوط اللي صوبت لينا لالا عويشه رح الله عويشه الدري عويشه. هانتوما ما نقولش ليكم كيجي كيشهي غزال بزاف بزاف بزاف. وكيف غنعاود لكم هذا طالب متتبعه انا حبيبه نبيت لك الطالب ديالك راه ما نقولش لك راه كيجي واحد البطبوط مفشفش مدير مهم اي حاجه زوينه تخيليها فيه انتيا غزال بزاف بزاف وصافي وخليكم معانا. دابا الكبيدات ديالي هانتوما كيف تتشوفوا عندنا هكا الكرعين يعني اي كرعين بغيتو هادو عندي انايا ديال الحولي الصراحه عمكم السي محمد يعني تشهى علينا وما فيها باس نديرو ليه الحويجات اللي تيبغي عشاق قال لي الكرعين صافي وفكرت كانوا باقين عندي هادو. هانتوما كيف تتشوفوا عندكم هادو ديال الغنمي اولا ديال البقر يعني نفس الطريقه اللي غنعطيكم دابا طيبوا بها حتى الغنمي ديال البقر حتى الكرعين ديال البقر يعني كيف كيف. المهم عندنا الكرعين عندي الحمص اللي مفزك هكا قبل هانتوما كيف تتشوفوا عندنا في المقادير ديالك كاين سكينجبير عندنا التحميره على حساب شويه اللون كاين القرفه اللي هي اساسيه كاين البزار كاين الملحه كاين الملون كاين هذا الكمون عندي القرفه واحد الرويس حتى هويا غادي نديرو عود هادي اللي تيقولوا ليها راس الحانوت وهادشي ها هي هي قبيطه ديال الربيع ضروريه واحد جوج فصيصات ديال الثومه على حساب نتوما اشنو شحال اللي عندكم. ها نتوما مابقاتش عندي الثومه بقات عندي غير هادي وبطبيعه الحال الزيت ها هو كيف تشوفوا فيه وما باش غادي نطيب وبسم الله غناخذوا هاد الطنجره العجيبه كيف شفتوا غادي نبداو بسم الله غادي ندير هنايا الحمص اللي مفزك هكا قبل هاد الطريقه اللي عطيتكم دابا ديال الحولي هي ديال البقر تخيلي انتي دابا راسك طيبي ديال البقر غديري الحمص غنديرو هاد الكرعين هانتوما غير شي حاجه هكا قليله غير هو عشقهم بغيت غنصاوبهم ليه هانتوما صافي غندير هاد عويد ديال القرفه ها هو غندير هاد راس الحانوت وهادي ولا مشات لي دابا من عقلي انا نقولها لكم قبيطه ديال الربيع الريوسه ديال الثومه غادي نلوحهم بحال هكا ما غادي لا نحكم من والو نقطه التحميره فلفل احمر على حساب هكا اللون وصافي باش يجيونا محمرين ومزينين كاين كاين شي حوايج نديرو فيهم التحميره كاين اللي البنات صراحه البزار مهم مقادير على حساب الكميه اللي عندكم ثومه انا ما عنديش بزاف الصراحه القرفه اللي ضروري من الاساسيات ديال الكرعين ضروري منهم ملي تنقولوا الكرعين غنقولوا القرفه هاهو معايا طبيعه الحال غادي يتعسلوا في الاخر مليحه بسم الله على حساب الذوق ثومه سكينجبير عرفتي مع هاد البرد مع هاد الكرعين وهاد الحميمصاص مشهيتكم فيهم ملون غير شويه وصافي حيت عندنا تحميصه ديال اللون ايوا الكمون الزيت ايوا
وصافي هانتوما كيف تشوفوا ها هما عندنا هادو هما المقادير هادو كيف هادو كيف قلنا الكرعين ديال البقر يعني كيف اللي غنديروا هنا غنديروا هنايا غنحرك هذا الشيء ناخذ هكا معلقه فين هي فينك يا معلقه فينك ها هي صافي غادي نخلط هذا الشيء عرفتي الا كانوا الكرعين غادي يكونوا كثار وكبار الصراحه ما فتندي انا فقود كبيره واحد 40 يا سلام سلم دابا عندي غير هادو ومني هو تشهاهم قلت غادي نديرهم لي واخا غير قلال المهم نديرهم لي هوايا وصافي وحنا حنا وحنا طابت الحال غناكلو معاه المهم تقولي بسم الله كلشي تيجعل فيه الله البركه صافي دابا غادي نزيد الماء ها هويا انتوما بسم الله و غادي ندير الماء اللي على الحساب غيطيبوا لي هاد الكرعين هانتوما غادي نزيد مازال الماء كان الكوكوط غادي تسدو سده وحده ما كانش انا عندي غير هاد الطنجره العجيبه غادي نزيد الماء وغادي نسد عليهم ونخليهم يطيبوا على خاطر خاطرهم ايوا صافي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي دابا الكبيدات هانتوما ما نبوش ليكم يا اختي يا اختي يا اختي وعلى هاد الكرعين وعلى ريحة طالعة منهم مع هاد البريد منقولش ليكم يعني دابا أنا هاهوما طابو ليا دابا أش غنديرو فيهم كيف المعتاد كيف تيعرف الجميع دابا غادي ناخد هكا سنيدة سكر سنيدة هانتوما هاهو كيف تتشوفو وغادا نجي وغادا نضيف المهم على حسب الذوق اللي تيبغيهم حلوين غادي يعسلهم مزيان واللي تيبغيهم يبقاو هكا ما بين الحلاوه والمحيين غادي يدير غير معلقه غادي يكتفي ولكن هما الكرعين تنعرفهم تيجيو حلوين ومعسلين كاينين اللي ما تيبغيوش عاوتاني حلوين معسلين الصراحه على حسب الذوق وصافي بحال هكا ملي ضفت السنيده صافي غادي نحركهم يتعسلوا والقبيطه تربيع طبيعه الحال صافي غادي نحيدوهم ملي غنربحهم صافي وان شاء الله تلقاو في الشكل النهائي انتوما غنطابو صافي دابا ضفت السنيده وغادي نخليهم يتعسلوا ويتعلكوا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ودابا الكبيدات ديالي هانتوما تتشوفوا ليا كيفاش تيجي وهاد الكرعين اللي كيجيو معلكين معسلين ما نقولش ليكم كيفاش دايرين غزالين بزاف بزاف هانتوما شوفوا ليا داك الحميمصات طيبين وديك لاصوص شوفوا كيفاش دايره يعني معلكين اللي تيبغيهم هكا يزيد فيهم هكا زعما يبقى فيهم البلول وداكشي مش مشكل انا خليت فيها غير ديك التعليكه هانتوما عرفتوا مع داك السكر تيجيو معلكين اللي تيبغيهم طبيعه الحال مالحين ما يديرش السكر ولكن كيف تنقولوا حنا كرعين ضروري حلوين مع داك القرفه وداك الشيء هانتوما واحد الرويحه طالعه كتحمق وصافي مع داك الطيبات وان شاء الله غادي تكون هاد العشيه زوينه وليتي تيتشهى زعما كاين العزيز علي كاين العشاق ديال الكرعين صراحه يسمحوا لينا بزاف بزاف هانتوما شوفوا لي اختي معلكين معلكين بزاف ايوا صافي كان هذا هو الفيديو ديالنا اللي طلبتو منا في هذاك البطبوط اللي شاركنا معاكم اللي غادي نتعشاو به حتى هوايا وهاد الكرعين اللي بغاهم ليا عمكم السي محمد هانتوما حميمصات طيبين الكرعين طيبين داكشي معلك زوين خصني نعطيه ليهم قبل ما يبرد وصافي اللي كان غيديز وشاف ماما رشيده وشاف هكا اختو نوره بغى يسول عليا وداكشي بغى نقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم معنا ونتمنى نكونوا خفاف ظراف على قلوبكم نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده خصني نمشي دابا يلا كنحط في الطابلان ورا صافي وجدات عليه وصحه عشاكم وسمحوا لينا بزاف بزاف ومرحبا بكم الف مرحبا نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده.